أنا الآن في مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة، من المقرر خروج قرابة 750 شخصا اليوم من هذا المخيم. هم عبارة عن نساء وأطفال، بعضهم مدنيين، وكذلك هنالك نساء وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة داعش نزحوا خلال الحملة الأخيرة التي قامت بها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق هجين والسوسة وشعفة والباغوس. يتحدث النازحون هنا عن أوضاع إنسانية صعبة عاشوها داخل المخيم، وكذلك يطالبون الإدارة الذاتية بإخراج وإطلاق سراح أزواج من المقاتلين، خاصة أن غالبيتهم بحسب هؤلاء النساء غالبية أزواجهم هم مصابون خلال المعارك التي شهدتها تلك المنطقة. ينحدر هؤلاء النساء غالبيتهم من مناطق الرقة والطرقة، وكذلك هناك نساء من منطقة إدلب. هذه الدفعة هي الأولى من نوعها منذ أشهر تخرج منه مخيم الهول، وبحسب مسؤولي الإدارة الذاتية من المقرر خروج دفعة ثانية بعد عيد الفطر. كذلك هناك التقيت ببعض النساء من منطقة دير زور، هم يطالبون الإدارة الذاتية بالسماح لهم أيضا بالخروج كون الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية داخل المخيم صعبة جدا، خاصة في ظل فصل الصيف والحرارة المرتفعة في هذه المنطقة. أنا إيفان حسيب معكم اليوم من مخيم الهول شرقي مدينة الحسكة.